السلام عليكم. كما كتلاحظوا معنا الخوص ديكور جديد، تصويلان جديد. المهم كما كتلاحظوا هاد التصويلان غنعملو فيه واحد الديكور مغاير على العادة. المهم شي حاجة فيها الليد، شي حاجة عصرية اليوم. المهم كتشوفو التصويلان كيطلع على الشارع، تصويلان مزيون. هادو البرودوي اللي غنستعملو، عندنا الليد 6، عندنا الجوان كرو، وكذلك غادي نستعملو بعض المربعات. غنستعملو هاد الديكور، هاد البرودوي هذا غادي نخدمو هاد الديكور هذا. دايما الجوان كرو مع الجنب اللي كتلاحظو، الطابلة ديال 30 زائد 8 على 6. أول حاجة كنبيكيو كلشي ملي كتكون بلاصة مصبوغة، هي كنبيكيو ضروري، يعني كنبيكيو بهاد الشكل هذا كيما كتشوفو، هاد الشي كيتقسم. من بعد ما كنحفرو كلشي كندوزو هاد الطابلة ديال الكرو ونروح على الشكل. نصلحلو هنا كاين هذيك الدرجه الفلسيده، حنا حاولنا نربع الصالون ما طلعناش هذيك الدرجه، باش كيجي الصالون مربع بحال هكا. شفتو اللي كنضرب لي كيجي مربع، باش كيجي مقسم. هذا هو اللي لقى قبل فيه 6 على 7 تقريبا في الوقت ديالو. هاكا اش كيجي، دابا عملنا هاد الروالي باش غادي نعملو الليد الثاني. دابا ضربنا الطابلة بالليد كارية، دابا غيكون الليد كيشوف في الليد. هادي شي ليد مضوبل، وهاد وهاد البلاصة هادي غتجي طالعة، هنا غيكون طالعة كيما كتشوفو، غيكون الليد كيشوف في الليد، البلافا غيكون طالع. كنصلحلو معنا، ضربنا الجوكرو الطابلة الأولى والليد كيشوف في الليد. دابا ملي دورنا هاد الحاشية كاملة واحد 38 سنتيم قصيدة دايرة، كتكون طالعة.
او دابا كنجوزو مرحله اخرى الليد كنعملو 30 30 يا اخي طواقص شوفوا معنا الطريقه ديال الخدمه كيفاش كيتخدم هاد الديكور طريقه سهله ومبسطه واحد باش كيجي كلشي متناسق من ثلاثه مربعات قد بعضهم هذا قد بعضهم هذا الاخر هذا عاود كيجي قد بعضه كيجي قياس واحد دايز الصالون كيتربع واخا كاين هذا الخو هذا يعني الديفو هذا خرجنا في الجناب تربع على الصالون ضروري دايما حاجه خاصها تربع الحاشيه هذه اللي كنزيد ليها اللايزر هي الحاشيه هذو كاملين كيمشيو بحال بعضهم
كما كتشاهدوا معنا الخوص، ها هي الخدمه ديالنا، الصويلين ديالنا تفينا، هذا فيه 5 المتر وشي حاجه على 3 المتر يعني في العرض. كما كتشوفوا فينيسيون الخوص، انا كيجي الخشب ديال الليزر في 3 ديال المربعات كل ورث، يعني هاد الموديلات هادو هما اللي مطلوبين بكثره وبقوه في هذا الوقت هذا، اللي حقاش هاد الخشب ديال الليزر كيجي شي حاجه اخر ماكينه في القبس. المهم كتشوف هاد الديكور منا الجوان كرو كيفاش كيجي، وهذا كيجي معاه هنا كيجي الليد، كيشوف الليد. هاد الطابله هادي طالعه 7 ديال السنتيم ودايره كامله. انا شفت الطريقه اللي خدمنا عليها، ما تبعناش هاد الطاويه هادي باش ربعنا الديكور. كما كتشوفوا الحاجه ملي كتربع كيفاش كتجي، يعني هذا اللي كنبغيو دائما، حاجه مربعه كيكون عندها طعم خاص وكتكون احسن في النظره. كما كتشوفوا ديك الزياده خرجناها هنا وتلفناها، يعني كما كتشوف ها هي تلفات، طلقنا اللي ديالنا مشى نيشان هاد الشكل، وهاد كل ورا هذا المهم الجوان كلو دخل من هنا. هاد كل ورا هو يجي فيه خشب الليزر، تبعناه مع الصالون. هاجي واحد السده صغيره تما، هذا كيجي فيه سبورتاس وخشب الليزر. هاد الديكور تا كيركب خشب الليزر عاد كيطيح الديكور ديالو كامل. كما كتشوفو الصورة واضحة، المهم فينيسيون ديالنا هو هذا. كما كتشوفو الخص مكنضربوش ديك الورقة، لحقاش فهمتي ديك الورقة كنسميوها حنا هي مكياج وصافي. كاينة كيقولك علاش مكضربش الورقة، لكن إلا قوس متلوقة بلاكة متلوقة يعني مكتحتاج تضرب الورقة. الورقة ملي كضربها كيكون شي حاجة تما، باش كضرب الورقة كيكون العوج وداكشي مكيكونش متلوق، يعني بلاكة مزيانة متلوقة مكانش علاش نزيد لها تراب ولا الورقة. يعني المهم هو هدا فينيسيون، جاو 3 ديال المربعات قلنا.